بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طيب نبدأ إن شاء الله. أول شيء، كل عام وأنتم بخير جميعا، ونعتذر لتأجيل الدورة إلى ما بعد العيد. للأخوة الذين حضروا معنا المقدمة لليوم الأول، وأعتقد أيضا اليوم الثاني، بسبب ضيق الوقت حقيقة. لما جينا نحسبها في موضوع الأيام مع العطاء اللي بدنا نقدمه، فوجدنا إنه أن الوقت لا يكفي، خاصة إنه ممكن يمتد الأمر ليوم أو يومين أو ثلاثة إضافيا، في حال إذا احتجنا للتطبيق أكثر وأكثر على الاستراتيجيات التي سيتم أخذها. اليوم لن أطيل عليكم، اليوم سأتحدث يمكن لا يتجاوز الأمر 20 دقيقة بالكثير أو نصف ساعة. ليش؟ حتى لا أجعل الملل يدخل في نفوس الذين سبق وحضروا في المقدمة أولا، والأمر الثاني حتى أدخل في صلب الأمر في الدورة من المحاضرة القادمة بإذن الله. لذلك هذه 20 دقيقة راح نتعامل معها في آلية نتكلم عن مقدمة عن الدورة، إيش الحاجات اللي أنت تحتاجها في هذه الدورة، إيش الأمور الأساسية اللي سيتم إعطائها كمحتوى في داخل هذه الدورة. طبعا هذا كله تكلمنا فيه حقيقة سابقا لمن حضر معنا في المقدمة، لكن راح نعمل ريفريش للمعلومات ولكل من حضر جديد. وسؤال سيكون مطروح بشكل عام للجميع، حضروا من الآن إجابته. إيش الغاية اللي على أساسها دخلت هذه الدورة؟ أنا بحب أسمع هذا الأمر. والأمر الآخر، إيش بتطمح في نهاية الدورة إنك تحصل؟ هذا السؤال إحنا محتاجين حقيقة الإجابة عليه. أما بالنسبة للدورة، قبل أني أبدأ أعرف بنفسي، وأنا أقلكم شأنا، معكم مهندس أحمد أبو السعود، مهندس برمجيات، ماجستير إدارة، لي في هذه الأسواق قرابة 13 عام، اشتغلت في العديد من الشركات في إدارة المحافظ وتحليل، في قسم التحليل الفني، واختصاصي في مجال الأسواق هو التحليل الفني حقيقة. يعني يمكن إذا بتلاحظوا في هذه الدورة يمكن أتجنب شوية موضوع التحليل الأساسي، لأنه حقيقة ليس اختصاصي في هذا المجال، وأترك أصحاب الاختصاص فيه. اختصاصنا في التحليل الفني، ندير محافظ في بعض الشركات، نعطي توصيات لبعض بيوت الاستثمار. هذا بشكل بسيط. لنا في النادي خبراء المال في بداياته، يعني من أول ما فتح نادي خبراء المال كنا نحن قائمين على نادي خبراء المال. هذه ببساطة بعض المعلومات عنا. سنبدأ الدورة بإذن الله من اليوم، ستستمر قرابة 9 محاضرات، و تكلمنا في البداية ممكن أن تتمد ل 13 محاضرة، 12 محاضرة، حسب ما نشوف في الهمة، وحسب ما نشوف تلبيتكم للأمر، جديتكم في الأمر، استجابتكم للتفاعل مع العلم اللي سيتم طرحه خلال الدورة، والاستراتيجيات. هذا أهمها. هذه الأمور جميعها إن شاء الله ستكون محور الدورة من حيث. بدي أنا بس ثواني أرفع الشارت اللي أنا لازم أرفع لكم إياه حتى نورجيكم محتوى الدورة. أعطوني ثانية واحدة فقط. وين الشير؟ هذا هو الشير. نعم، هذا هو الشير. أنا أعتقد أنه أمامكم، إذا ظاهر يا ريت الكل ظاهر أمامكم محتوى الدورة. تمام، اوكي. العنوان حقيقة
العمليات خطوة بخطوة، وحقيقة بإذن الله سنتعلم الأمر خطوة بخطوة. هذه دورة مختصة للمبتدئ، هذا أولاً، ومن المتوسط ثانياً، والاحتراف ثالثاً. يعني لمن في هذه الأسواق سيجد في نصف الطريق أو حتى الانتهاء سيجد فيه مسات سيأخذها بإذن الله من خلال الشرط، هذا أنا أتكلم بالخبير، حتى يصل في نهاية الأمر لآلية استخدام الاحتراف. أما بالنسبة للمتوسط فسيجد إن شاء الله الخير الكثير فيها، وأما للمبتدئ فإن شاء الله سيجد فيها الخير الكثير الكثير، من حيث ابتداء معه خطوة بخطوة، أخذ بيده من الصفر حتى المئة بإذن الله. بإذن الله. محتويات الدورة في داخلها، أول شيء هو تعريف الفوركس، إيش هو الفوركس، وأعتقد في المقدمات اللي كانت سابقة عرفنا هذا الأمر، ودخلنا في موضوع كيف يعمل الفوركس وآلية التداول، كيف بيتم التداول في الفوركس، كيف الناس بتربح، كيف الناس بتخسر، لما أنا أخسر الناس الثانية كيف ربحت، لما أنا أربح الناس الثانية كيف خسرت، وين بتروح الفلوس، كيف بتيجي، مين اللي بيضخ الأموال، إلى آخره، هذا سنتعرف عليه. ومن ثم سنشرح منصة التداول، وسيكون الشرح سريع جدا في منصة التداول، لأني أظن والله أعلم أن الجميع يعني أعتقد أنه بيعرف كيف ينزل المنصة، وأعتقد أنه بيعرف يستخدم الأدوات، إلى أنه سنعرج على جميع الأدوات الموجودة في داخل المنصة في محاضرة كاملة، حتى أنك تعرف إذا شيء مخفي عنك، أو آلية أخذ الأوردرات، أو استخدام السيستم، أو أنه أخذ العمليات بناء على طلب اوردر معين، باي ليميت، ستوب ليميت، الى اخره، هذه الامور كلها راح ندخل في تفاصيلها باذن الله. واعتقد ان احنا اصلا في بدايه الدوره قبل العيد وصلنا عند هذا المكان وتوقفنا عنده، فبدهم يتحملون الناس اللي دخلوا معنا في المقدمه انه هذا الامر يجب ان نعيده، حتى الناس اللي تحقوا في الدوره يستطيعوا انهم يواكبوا معنا من الصفر. هذا الامر، الأمر وصلب الأمر في الدورة سيدخل في البند الرابع، وهو التحليل الفني. في التحليل الفني حقيقة هون سيتم التوسعة في الأمر في الدورة، سندخل في جميع مجالات تقريبا التحليل الفني، سنأخذ اللي هي كيف نفهم المستويات، كيف نرسم الترندات الخارجية والداخلية، كيف نستفيد من الترندات، كيف نعلم أن هذا الترند كاذب، كيف نعلم أن هذا الترند صادق، وكيف نستفيد من الترند الكاذب، وكيف نستفيد من الترند الصادق، كيف نسير مع الاتجاه العام للسوق، كيف نتعامل مع الأنماط بشقيها، الاستمراري والمعاكس وغيره، كيف نفهم النمط، كيف نتوقع النمط قبل حدوثه. وحقيقة هذا اللي أنا راح أتحدث عليه في نهاية اليوم إن شاء الله. كيف نفهم الشارت ليس كعلم فقط مقروء من الكتب ويجب تطبيقه. علينا أن نعلم أن الفوركس ليس عبارة عن فقط 1+1=2 حقيقة. نعم الشارت يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، الشموع تعيد نفسها، القراءات تعيد نفسها، نعم السوق يتكرر، لكن كيف أنك تفهم السوق قبل حدوثه؟ تقول لي هذا علم غيبيات أصبح، لا معاذ الله، كل علم غيب. لكن الفكرة وين؟ هو اجتهاد بناء على معرفة السوق وخبرة حثيثة من الشارت، حتى تعلم انه الان السوق سيصعد ام سيهبط. وحقيقة اذا انت عرفت ان السوق صاعد فانتهى الامر، هذا كله في الموضوع، واذا علمت ان السوق هابط ايضا انتهى الامر. بالنهاية كل المحللين في العالم كله على وجه هذه البصيرة، بس بحتاج يعلم ثاني يوم أين اليورو ذاهب، أو أين اليورو هابط، أين الدولار ذاهب، أين الدولار هابط، إلى آخره. لأنه إذا علم علم اليقين، إذا علم بنسبة 90% إلى 95% بأن اليورو غدا صاعد، شو ضل له؟ فقط بقي أن يحمل عقود حتى يسير مع السوق ويربح. وحقيقة هذا الأمر اللي اعتقد متغانا جميعا، كيف معرفة أن السوق أين سيذهب. الآن سرح نتعلم أيضا في هذه الدورة كيف نرى السوق قبل أن يرانا. يعني السوق
قبل ما يقرأ نفسيتك كيف احنا نقرأ نفسية السوق ونعرف الأمر. ان شاء الله راح نطلعها. ونحن نعتبر انفسنا مضاربين يوميين، يعني احنا يوميا ندخل نحلل السوق، لذلك علينا ان نشاهد الشارت من فريمات الاقل، خلينا نتكلم من الساعه الى اليومي اللي لازم احنا نطلع عليه، الى الاسبوعي الى الشهري، حتى نصل لعمليات ايضا استثماريه كيف نستثمر هذا الامر، وايضا سنتطرق لهذا الامر. اذا التحليل الفني راح نتناوله بجميع مناحيه، هون راح يكون صلب الموضوع حقيقه. بعد ذلك راح نتطرق للمؤشرات، وحقيقه المؤشرات ما راح ادخلك في زاويه المؤشرات في كثرتها، لان المؤشرات اذا اتيت لتعدها لن تحصيها حقيقه، من الموجود في السيستم او من المؤشرات اللي ممكن انت تضيفها من الخارج، او انت مؤشر ممكن انك تصنعه وتضعه، فالها ما الى حصر. لذلك راح نركز على بعض المؤشرات اللي انت تستفيد منها، وحقيقه راح اركز على مؤشر هو انا اسميه شيخ المؤشرات، واذا قراته وفهمته في جميع حالاته، واللي ان شاء الله ساضعها بين يديك، لن تحتاج الى مؤشر غيره، وهو مؤشر الماكنت باعداداته طبيعيه طبعا. ستفهم كيف انه هذا تقاطع كاذب، هذا تقاطع صادق، اين السوق ذاهب بناء على هذا المؤشر، ومقوله بان المؤشر هو من يلحق السوق، يعني المؤشر بعطيك نتيجة بعد ما السوق يتحرك. نعم هذا الحكي كنا نحكيه في البدايات لما كنا مبتدئين، لما كنا ما نعرف نقرأ السوق حقيقة أو نتخبط، لكن بعد فترة ستعلم أن المؤشر يعطيك إشارات قوية جدا في بعض حالاتها حتى يعلمك أن السوق أين ذهب. هذا موجود موجود وراح نلمسه إن شاء الله. سندخل بعدها على كيفية إدارة رأس المال، وهي حقيقة يعني درس سيكون جميل جدا، لانه اغلبنا ان لم يكن جلنا يحتاج الى هذا الدرس، ومن علمه يحتاج الى عمل ريفرش لمعلوماته، مش لاجل التعلم الازدياد، لا لاجل التطبيق، لانه بعض الامور يخوننا السوق حقيقه، دخولنا في الفرص، دخولنا في الطمع، دخولنا في القناعه في بعض الفرص، حتى يجعلنا نضخ اموال ليس في مكانها، ليس بالحجم المطلوب من العقود، ليس 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 ليس، بعد ذلك نجد الرصيد باي باي. لذلك سندرك كيف اذا وجدنا فرصه، واذا وجدنا فرصه اجمل ماذا نفعل، واذا وجدنا فرصه اجمل واجمل ماذا نفعل واحنا داخل السوق، كيف ندير حسابنا، اين نضع الستوب، واين نضع الهدف، هذا ضروري جدا، وراح نتعلم في بعض الاستراتيجيات أكثر من نوعية في وضع الهدف ووضع الوقف. راح ندخل بعد هيك في تحليل النفسي، كيف نفهم نفسية السوق قبل أن نفهم نفسية الناس اللي داخل السوق. يعني باختصار كيف نفهم الآن السوق أين متجه من خلال تحليل الناس الآن، إيش بتفكر، هل سيسيطر على السوق الناس المشترين، هل سيسيطر على السوق الناس البائعين، هل انا يجب اني امشي مع الناس البائعين، اصطدم معه وامشي عكس التيار الى اخره. هذا الحكي سندخل فيه ان شاء الله حتى نفهم اليه ونفسيه السوق كيف تتحرك. كيف تصطاد الفرص بعد ان نتعلم التحليل الفني في جميع انواعه، بعد ما نتعلم المؤشرات، بعد ان نتعلم اداره راس المال، بعد ما نتعلم اليه استخدام المنصه بالشكل الصحيح، سندخل في كيف نصطاد الفرصه. هل نذهب إلى الفرص ونبحث عليها بين الشارتات حتى نختار الفرصة، أم الفرصة يجب أن تأتي إلينا من طبق من ذهب بجميع وضوحها وتقولنا تفضل حمل علي عقد أو عقود لأني أنا فرصة واضحة. هذا الأمر حقيقة سنتداركه وسنفهمه، ورح نعرف أنه من الفرص اللي كيف نصطادها، متى نصطادها، ايش الصبر اللي لازم احنا نتعلمه حتى ندخل الفرصه اللي نحن ننتظرها، وليست اي فرصه، وليست اي فرصه، ولا نجعل حالنا انه معي ولا مبلغ زمان ما دخل فرص، طب خلينا نجرب عقد. هذه بدايه الخطوه الفاشله، تدخل في عقد تخسر العقد، تبدا المجره وتدخل
عقد ورا عقد ورا عقد ورا عقد، تجد نفسك في نص السوق في نفس الغرقان، بدك ترجع، كيف ارجع؟ في فلوس خسرتها بدي ارجعها، تستمر في الغرقان حتى ما تلاقي الا رصيدك كله طار. طيب شو اسوي؟ البدايه يجب ان تكون صحيحه. اذا كانت بدايتك صحيحه فاعلم ان راس مالك ستحافظ عليه وراح تنميه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لذلك الفرص باختصار ستجدها بعد ما تفهم التحليل الفني، راح تيجي تقول والله هذه الفرصه تكلم عليها الاستاذ احمد بكل بساطه ممكن ناخذها واحنا نضحك لانها واضحه المعالم، واضحه 100%. زي فرصه اذا ما بعرف للي تابع النادي، واتمنى من الجميع انه يتابع النادي في الفرص المطروحه، ليس فرص استاذ احمد ابو سعود وانما النادي بشكل عام. وضعنا فرصه كانت على المجنون، وهذه كانت فرصة نسبة نجاحها تتجاوز ال 95%. هذه الفرصة كانت إشكاليتها فقط الوحيدة أنه لا يوجد إليها وقف، لكن الهدف 100% سيتحقق. طيب في هذه المراحل كيف نتعامل في هذا الموضوع العكس في السوق؟ هذا في أمر التعزيز أو ما يطلق عليه بالأفرج أو ما يطلق عليه بالتبريد، عدة مصطلحات ما بهمنا مصطلحات، لكن باختصار للمبتدئ انك تاخذ عقد، واذا عكس فيك السوق تعزز ايضا بعقد، اذا عكس فيك السوق ايضا تعزز بعدد من العقود، حتى انه مجموع العقود لما يرجع يخبط السوق اذا كانت العمليه بيع تطلع انت بالمجموع او التوتل تبعك بالربح. نزلنا اللي هي فرصه كانت على المجنون، وكنا تكلمنا انه ربحها ما يقارب حوالين 400 و250 نقطه، وبفضل الله عز وجل جاب ال 450 نقطة بكل سلاسة وبكل بساطة وتعدى الأمر لل 500 نقطة. هذه الاستراتيجيات أو هذه الفرص هي تأتيك. طيب ممكن واحد يدور في مخه، هذه الاستراتيجية أو هذه الفرص كم تأتي أو كم تتكرر باليوم؟ حذاري إنك تفكر في هذا الأمر، حذاري إنك تقول والله هي انت تتكرر، خليني ادخل عقد بطلع كذا المبلغ تبعي اخر الشهر بطلع 1000 2000. حذاري حذاري. ليش؟ لانه اذا في يوم ما اجتك هذا المنظر للفرصه واليوم الثاني ما اجى المنظر للفرصه، راح تقول انا لي يومين ما في دخل ما في فلوس، طب شو اسوي؟ لازم ادخل. طب وانا لازم استنى هاي الفرصه، اذا لازم ادخل. راح تدخل السوق، اول ما تدخل السوق سبحان الله تجيك الفرصة الثانية على الاستراتيجية اللي أنت كنت تضعها. سبحان الله هو هيك السوق. قلت طب أنا الآن إذا خلق مشكلة، طب وأنا على الجانب العقود أسكرها وأرجع أدخل هذيك؟ لا ما راح أسكرها، خليها راح يجي. راح تضيع عليك الفرصة الأساسية على استراتيجيتك، ويمكن يضيع عليك المال كمان من الدخول تبعك الأولاني، اللي هي الواضحة، وتخسر كمان مالك. وهذه كثير ما كانت تحدث معنا. لذلك الصبر 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 مرة ألف مرة حتى تأتيك الفرصة. لذلك هذه الفرص عندما تأتيك حمل عليها العقود وأنت تضحك. طيب هل هي واضحة؟ نعم. نسبة نجاحها كم؟ أنا بكل ثقة أتكلم نسبة نجاحها لا تقل عن 90 إلى 95%. وحقيقة أقول لك بصراحة أنا بالنسبة لي والله لا تقل عن 100%، لكن مجازا حتى ما واحد يجي يقول لي ما في شيء بالسوق 100% أتكلم لك أقول لك يا من 90 إلى 95%. آلية التعامل معها إن شاء الله راح نشوفها، وراح نشوف وضوحها وكيف الدخول عليها وكيف جني الأرباح وأين وضع الوقف وإلى آخره. طيب أفضل الاستراتيجيات بإذن الله سنضع بين أيديكم أفضل الاستراتيجيات الموجودة في داخل الاسواق الان. هل يوجد افضل منها؟ طبعا موجود، ما في اشكاليه او ما في شك انه في افضل، لكن لما نتكلم عن افضل الاستراتيجيات المعنى فيها اني ساضع بين ايديك استراتيجيات تم تجربتها وتم الربح منها، وهذا يكفيك بانك تستخدم استراتيجيه ناس ربحوا منها، ناس على ارض الواقع موجود لمسين انه هذا الربح موجود. لكن برجع اتكلم بين قوسين الالتزام والصبر، الالتزام والصبر، الالتزام والصبر.
وسامحوني يمكن هاي الكلمتين راح اكررهم تقريبا في اغلب محاضراتي بعد ذلك، لانه من غير هذول التنتين لن تجني ربح نهائيا في داخل الفوركس. كن متيقن من هذا الامر، متيقن. الطمع لا محل له في داخل هذا السوق نهائيا، القناعه لها محل في هذا السوق، الصبر له محل في هذا السوق، الالتزام له محل في هذا السوق، التسرع ما له محل في هذا السوق، التنقل من استراتيجية إلى استراتيجية ليس فيها، إدارة الحساب بطريقة عشوائية ليس لها محل في هذا السوق. أمور عديدة راح ننبه عليها، لكنها حقيقة. لذلك راح نتعلم تقريبا من استراتيجيتين إلى ثلاث، من استراتيجيتين لثلاثة في هذا السوق حسب الوقت يسعفنا إن شاء الله. آخر عبارة واللي حقيقة أنا بركز عليها، اللي هي أطلق العنان لفكرك وفكر خارج الصندوق. ليش حطيت هذه العبارة؟ برجع بأكد على موضوع تكلمنا فيه في مقدمة سابقة مع بعض الأخوة. هذا الفوركس علم وفن، علم وفن، وهو يغلب عليه الفن أكثر من العلم. كيف؟ باختصار، ما كتب في الكتب لم يأتي إلا من خلال ناس جلست خلال وراء الشاشة ساعات طوال، سنوات طوال، حتى استنتجت بعض الأشكال، بعض الأنماط. صار يقول لك إنه هذا السوق قاعد بالذبذب بشكل شيء معين، بعد ما يشكل هذا الشيء معين تطلع عنه نتيجة معينة. طيب كيف توصل لهذه النتيجة؟ لما تكرر معاه الشكل أكثر من مرة وأسقط عليه ما تعلمه وما شاهده عدة مرات، بعد ذلك تأكد إنه فعلا هذا النمط إذا أصبح أمامه بعد هيك فمعناته النتيجة راح تكون كذا 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 كذا. فبدأوا يدونوا هذا الأمر في داخل الكتب. كذلك مثلا الترندات، والله في عنا اتجاه بأخذ صاعد فعمله اتجاه، بيجي واحد عندنا موجات إيليوت على سبيل المثال، بيجي إيليوت قال لي عمي في عنا اللي هي الموجات الدافعة إلى آخره من الموجات، قال لك أنا واحد اتنين 2 3 4 5 بدي احول السوق، هاي الموجه دافعه، هاي الموجه الى اخره. هذا الحكي كله كيف طلع معاه؟ طلع معاه من خلال الجلسه خلال ورا الشاشه، بعدين بلش يشوف هذا الشكل، بلش يدرسه مع الزمن، وجد انه بتكرر بتكرر بتكرر. اذا طلع عندنا نظريه، اخرج عندنا نظريه، هاي النظريه اللي هو طلعها اصبحت علم. اذا هو في البدايه الامر هو فن، فن. طيب السؤال، ليش انا كتبت اطلق العنان لفكرك وفكر خارج الصندوق؟ مقصد الموضوع انه لا ياتي واحد ويحجر مخه على شيء معين لدرجه انه يتكلم لشخص اخر اذا خرج بفكره جديده يقول له عفوا هي هون موجوده بالكتب، مباشره يجاوب يقول له عفوا ليش اللي في الكتب من وين اجى؟ هذا الفكره. لذلك انت فكر خارج الصندوق، فكر خارج العلم، فكر خارج العلوم. أجمل ما في الموضوع أو حقيقة لما دخلت في هذا السوق كان هدفي 4 سنوات ما أقرأ ولا كتاب، 4 سنوات لا أقرأ ولا كتاب، فقط أني أجلس وراء الشارت حتى أتعلم. ليش أنا أوقف الشارت؟ ليش أنا أوقف عفوا السوق؟ ليش يرتد هون السوق؟ ليش كسر هون السوق؟ ليش أنا اخترق السوق؟ ليش هذا الترند محط؟ طب هذا ليش كون هذا النمط؟ طب هذا النمط هل هو موجود اصلا؟ بعد 4 سنوات من جلوس وراء الشاشه ودون مبالغه يمكن جلسنا من 10 الى 15 ساعه واحنا نشاهد فقط الشارت، شاهد الشارت. نفهم شو يعني السوق؟ كيف بيمشي؟ نفهم شو يعني شمس السوق؟ ليش هاي الشمعة بعد ما ظهرت كمل السوق؟ بعد هذا الأمر كلياته مسكنا الكتب، قرأنا، وجدنا لا جديد في الكتب، لا جديد، وإنما هو تثبيت للخبرة اللي تمت من خلال مشاهدتنا. اللي تقول إحنا يعني على كلامك هذا ما نأخذ مثلا دورة وننتج هذا شارت؟ لا. الجميل في الموضوع طبعا لا لشغلتين، الشغل الأولى لأنه
انك تاخد دوره تدفع فلوس، هذا اول شغله. صلب الخبره اللي احنا اكتسبناها بدنا نضعها بين ايديك بطريقه سهله وسهله توفر عليك. يعني بدل ما انك تجلس ورا شاشه 4 سنوات لا والله اجلس ورا الشاشه 3 و4 و5 بشكل جدي، ستكون حصيله 4 سنوات انت اكتفيت فيها. فلذلك راح نفتح الصندوق نتحرك، راح نشوف انه لما تجي الفوات. يعني هو بس اني اجي ارسم مثلا متوازي واقول اه يلا هون ضرب هون ضرب هون ضرب هون ضرب، هاي قاعين برسم ترند، هاي قيمتين ترند، بين الجماعات والسعر يصعد. طب ليش الاساس؟ هل ممكن اني اتوقع اين سيكون نقطة القناة الثالثة من خلال نقطتين بس؟ ولا مش ممكن؟ ولا ممكن واحد يطلع لي يقول لي ترى في الكتب اللي انت بتحكيه غلط، لانه الكتب تحكي انه لازم يكون نقطتين بعدين نقطتين قبالهم، فبترسم هنا ترند وهنا ترند. طب يا فهلوي، بدل ما اني استنى النقطة الخامسة اللي هي نقطتين ونقطتين مثلا رسمنا متوازي، طبعا المبتدأ يمكن شوي يدخل فهمش، لكن خلينا شوي مع المبتدأ والخبير شوي. لو رسمت توازي فهو لازم يعتمد على قاعين على قيمتين، طيب مقابلين لبعض يكون مثلا مزيد للقاعد. نقول كون 4 نقاط، يعني انا راح استنى مين النقطه حتى اني استفيد؟ النقطه الرابعه اما بدي استفيد منها او النقطه الخامسه بدي استفيد منها. هاي الفكره. طيب احنا راح نستفيد من النقطه الثالثه والنقطه الرابعه، يعني نستفيد قبل العالم ما تفكر بالاستفاده، احنا نكون استفدنا وخلصنا. يعني نصطاد السوق من بدري، نصطاد السوق من بدري. طيب هذا بالنسبه للدوره ومحتواها، واللي انا حبيت بصراحه اتطرق لهذه الامور، ويمكن اتوقف هون ما ادخل في تفاصيل الامور حتى انه يكون عندنا ان شاء الله مولات ندخل في تفاصيل الدوره وتفاصيل التفاصيل باذن الله. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم. قبل ما اني انهي الموضوع، في معي 10 دقائق في الامر، حاب اسمع من كل شخص منكم موجود بغض النظر هو مسجل في الدوره او غير مسجل في الدوره، ايش الهدف اللي ترجوه مع نهاية هذه الدورة؟ تفضل معاكم الشارت أو الشاشة، أسمعكم من خلال الشات. يمكن الأخت نجلاء سبقت الحديث في البداية، التعلم ثم الربح. جميل. طيب خلينا أكبر، أنا عندي متداول ناجح قادر على الاستفادة والإفادة. حلو. أكيد التعلم كيف يتم من جنة الواحد في مقدار الخسائر. وكل السوق على أساس صحيح. تداول التكلفة ذات رأس المال. والله خالد عجاج أن يعني كلمتين انهى موضوع الربح اولا واخيرا. كبير يا استاذ خالد، ما هو جدول الدوره اليوم؟ طيب راح ناتي للدوره من جد. تداول باحتراف، اكتساب مهارات الفن، تداول كلاسيكي. الله يجمعك ويرضى عليك بصراحه. جات لي ست حسن تداول ناجح. جميل. التداول الناجح، يعني هو في تداول بس بنقصه كلمة ناجح، في ربح بس بنقصه كلمة مستمر، في إدارة لكن بنقصها إدارة جيدة، في عندنا كمان الدخول السوق لكن على أساس صحيح. لاحظ أن كل الكلمات تحتاج إلى يعني تعديل، معناته هذا الأمر لأنتوا خارجين السوق شايفين السوق لكن تحتاجوا لبعض الامور اللي هي اللمسات، اللمسات الفنيه صحيحه في اداره الامور. اداره راس المال، الربح اولا واخيرا،
قال خالد: اقتراح أستاذ أحمد أن تكون رسوم الدورة لمن يريد الاستفادة من الدورة فقط دون فتح حساب، عن من لا يريد فتح حساب. خليني أجمع الكلمات كمان مرة. اقتراح أن تكون رسوم الدورة لمن يريد الاستفادة من الدورة فقط دون فتح حساب مختلفة أو حسابات مختلفة يمكن، عن من لا يريد فتح حساب. أنا فهمت الأولى بس الثانية مش قادر أستوعبها بصراحة. يعني إيش يعني دون فتح حساب مختلفة عمن لا يريد فتح حساب؟ ما مش راكب معي بصراحة. يمكن قصده الذي لا يريد فتح حساب ولا بس مختلف. ما بدك حساب تدريبي، يعني بدك حساب حقيقي قصدك؟ الاستماع للدورة. أنا أصلا معك والله دكتور، يعني الفكرة اللي بتفضل فيها الدكتور خاصة لأمور المبتدئين ولا أخفيكم كمان حتى للمتوسطين في هذا المجال، يفضل أنك أنت لا تستعجل في الدخول في السوق بحساب حقيقي، والأفضل من هذا الأمر كله فعلا استمع للدورة، طبق على الحساب التجريبي فترة لا بأس فيها، ومن ثم تدخل في الحسابات. لا تستعجل، لا تستعجل في موضوع الحساب الحقيقي، لا تستعجل بتاتا. شهري 10%، هل أستطيع ربح؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله ممكن تشوف العشرة، ممكن تشوف العشرين، ممكن الثلاثين، ممكن الخمسة، حسب التزامك، حسب تطبيقك للاستراتيجية، حسب فهمك للسوق، حسب احترافيتك، هذا كله بيلعب دور. لكن حقيقة حقيقة لا تضع في نفسك 10% اللي قبل شوية تكلمنا عنها. 10% معناته بدي 10%، فهذا سيجعلك انك تدخل السوق بشكل عشوائي، بشكل عشوائي. اذا تدخل 5% يقول الحمد لله، واذا تدخل 20% يقول الحمد لله. هل ان هذه الدورة لا تكون له مغلق فيها السوق لكي يتم، حتى لو ان كان مغلق السوق ما عندنا مشكلة، في الأيام الثانية راح نعوض، راح نتابع، راح نعطي فرص، راح نقول لكم تابعوا هاي الفرص، راح نقول لكم لاحظوا السوق وين راح يروح وين راح يجي، هاي الأمور جميعها. في شيء مهم جدا جدا جدا، ألا وهو خلال إعطاء الدورة مدتها تقريبا في اليوم ساعة ونص خلال الأيام، أي سؤال يخطر في بالك سجله ودونه على ورقة جانبية، وبعد الانتهاء من الدورة سيكون في موضوع مستقل في داخل النادي، ضع السؤال وسيتم الإجابة عليه فورا بإذن الله. يعني أسئلة هون لن نضيع في الساعة ونص أسئلة، وإنما ستكون الإجابة في داخل النادي. ليش؟ حتى أولا يستفيد الجميع من الإجابة، ثانيا حتى لا نضيع وقت الساعة ونص ونلتزم فيها جميعا، اللي عنده أشغال، اللي عنده التزامات إلى آخره. أمر الآخر حتى يصبح هناك أرشيف للدورة في جميع الأسئلة المتوقعة من حضراتكم. التعامل في السوق مثل مضربين، هذا يحتاج يا أستاذ محمد الحربي لموضوع أنك كيف تعلم أن الآن البنوك دخلت، وهي إن شاء الله سنتعلمها. تعرف كيف راح نتعلمها؟ راح نعلمكم باستراتيجية أنه بس البنوك تدخل وتبدأ الضخ في الأسواق ويمشي السوق يتحرك، نركب معهم الموجة إن شاء الله. راح نتعلم الموضوع، نركب معهم الموجة. يعني صح إنه من البداية ما راح نعرف البنوك متى دخلت، لكن في ربع الأولاني من دخولها سنعلم متى البنوك دخلت ونركب معهم الموجة ونمشي معهم إن شاء الله. ذكرني في هذا الأمر. رقم هاتفي، لماذا رقم هاتفي؟ أنا أتجنب بصراحة موضوع رقم الهاتف، لكن يعني ممكن التواصل من خلال النادي، رسائل إلى آخره، مش لشيء والله رقم هاتف إني أتجنبه، فقط هو لأنه آلية التواصل بحبها من خلال النادي، رسائل وغيره. طيب إحنا راح ننشئ جروب، أوكي؟ يعني هاي اقتراح، راح ننشئ جروب على الواتس، أوكي؟ ومن خلاله أيضاً ممكن نتابع هاي الأمور، لكن جروب الواتس ليس للأسئلة. ممكن فقط اني ابعد انا
شارت، انتوا تبعتوا شارتات تحللوا الى اخره، لكن يجب ان يكون مربوط بالنادي، لانه النادي حقيقه اولا واخيرا هو المكان اللي بيجمعنا. ممكن باختصار شديد تبدو لنا تجربه حضرتك في الفلوس وكمان دخلنا بالخصوصيات. طيب بس اعطيك معلومه صغيره يا اخوي احمد، اخوي احمد، نعم احمد، احمد شوقي اعتقد، نعم. طيب اخوي احمد شوقي، كن متيقن، البدايات يجب ان تكون على الجميع فيها خسارات، وانا شبعت من الخسارات، يعني شبعت حتى اني تسمع اللي بصير بشرب مي كثير وبعدين بينفجر وبلش من كثر المي هيك مش قادر من كثر، نعم شبعنا خسارات. طوال تقريبا 4 سنوات دون مبالغة، نعم كنا نخسر، طلع كيف بكل شفافية بكل مصداقية بقول لك إياها. الأجمل من الربح اللي ما راح أقول لك قديش وما قديش، لأنه هاي بتخليها خصوصيات، لكن الأجمل من الربح هو الاستمرار في الربح هذا أولا، والأمر الآخر الناس اللي راح تعرض عليك موضوع إنك تفهمها كيف السوق، أو إنك تعطيها فرص، وهذا شيء بحد ذاته بغض النظر مجاني ولا مقابل، هذا بحد ذاته وفرصة لك جميلة جدا تستفيد منها وتتعلم انه كيف نتيجه تعبك هذا كله ما راح هيك، والناس تكون محتاجه وانت تقدم لها اليد الخير في هذا الموضوع. وثاني شيء اذا حاب تستفيد اكيد راح تستفيد من الموضوع يعني. فيعني اعتقد اني جاوبتك بطريقه بسيطه. مده الدوره تقريبا من 9 ايام، ممكن نتجاوزها لحد نضيف كمان محاضرتين او 3 على الامر حسب مدى استيعابه للاستراتيجيات، خاصة حتى يكون مطمن ومتيقن انه الان اصبحت تتداول بشكل لا اقول ممتاز ممتاز، لانه كلكم لا تكونوا على قلب رجل واحد، لكن اقلها انه ما بنخاف عليك، ما بنخاف عليك. الباينري اوبشن قصدك، باينري اوبشنز. طيب انا اليوم راح اجاوبك اوكي، بس بعد هيك في موضوع تفاصيل الاسئله اللي زي هيك راح ناخذها في النادي اوكي. طيب الباينري اوبشنز اولا هي لا تعتمد على التحليل بشكل كامل، وانما تعتمد على المقامره حقيقه. انت تنتظر رقم، إذا تعدى الرقم بفارق واحد فأنت ربحت، إذا لم يتعدى فأنت خسرت. أصبح الأمر هي مقامرة ليس أكثر. تقدر تعزز عقول ما تقدر، بالنهاية هذا ليس تحليل، ليس تحليل، وحقيقة شرعا لا يجوز التعامل فيه. باينري اوبشنز شرعا لا يجوز، يعني باختصار حتى اللي يفرق اللي ما بعرف شو الباينري، الباينري باختصار هو نفس السوق اللي انت امامك، نفس سوق العملات، لكن باختصار بتاخذ اوردر، هذا الاوردر بيكون على رقم معين، يجب انه يتعدى هذا الاوردر، لا يجب ان يتعدى السعر هذا الاوردر، يعني اذا كنت انت حاط في بالك انه امر شراء تمام؟ الان يجب ان يتعدى بيب واحد شراء، بيب واحد فقط على الامر اللي انت حاطه، اذا تعدى البيب فانت اخذت حجز العقود اللي انت حملت على هذا الاوردر. إذا لم يتعدى بب واحد عن هذا الأوردر فأنت خسرت جميع العقود اللي أنت، أو العربون خلينا نحكي، اللي أنت حطيته لهذه العقود. وحقيقة هذا أصبح مش تحليل، أصبحت مقاومة. أصبحت مقاومة. طيب. كيف يكون؟ في عندي أنا موجود في النادي، اسمي موجود، فقط أرسل لي رسالة على الخاص، أنا موجود. يعني كل يوم موجود في داخل النادي. رسالة على الخاص وبستجيب مباشرة إن شاء الله.
أخي بيج دادي، بيج دادي أعتقد، بيج دادي. أمور التفاصيل الدورات وغيرها إن شاء الله يعني خليها مش على الشاشة، خليها يعني بيناتكم وبين خدمة العملاء إن شاء الله، بيناتكم وبينها. طيب الله يجزيك خير ويبارك فيكم ويطول عمركم وسامحونا على التأخير. إن شاء الله أي تواصل أو أي شيء موجود في النادي بغض النظر عن الدورة حطوها جانبا، لمن أراد أن يدخل في الدورة فهذا شرف لنا، ومن أراد أن لا يلتحق في دورة أيضا شرف لنا. موجودين في داخل النادي، أي سؤال أي استفسار أي تحليل يخطر في بالك إحنا موجودين، إيدنا لكم ممدودة. لمن سجل في الدورة إن شاء الله سنبقى على تواصل يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، بعد بكرة سيكون عندنا أول محاضرة بإذن الله. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسامحونا على الإطالة. السلام عليكم.